نرجع مرة تانية لمتابعة الجديد فيما يخص مشروع التأمين الصحي الشامل وما نتج عنه وتحقق حتى الآن. لمزيد من المتابعة معنا الدكتور محمد الجيزي، مدير التخطيط والمشروعات بهيئة الرعاية الصحية. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. قول لنا إيه هي المحافظة المرشحة للبدء في تطبيق المنظومة بعد بورسعيد؟ هو المقترح دلوقتي إن شاء الله الأقصر. تمام، الأقصر البنية التحتية ليها يا فندم من احتياج كويسه جدا، المستشفيات على كفاءه عاليه ومتطوره. التطوير بس هيبقى في بعض الوحدات والمراكز، بس البنيه التحتيه للاقصر ممتازه جدا 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 جدا. طب التجربه المطبقه يعني في بورسعيد حصلت يا دكتور على اشادات العديد من الجهات الدوليه ومنظمه الصحه العالميه والبنك الدولي، قول لي ازاي وصلنا لده؟ يعني ايه السبب اللي احدث هذه الحاله من الاشاده والرضا عن المنظومه عندنا؟ بالنسبه يا فندم للتهريم المنظمات العالميه ومنظمه الصحه العالميه وصندوق المال الدولي، فدول يا فندم طبعا يعني دي شهاده احنا نفتخر بيها كلنا كمصريين لما نكون في مصر بنطبق المعايير العالميه للمستشفيات في جميع انحاء العالم. تمام، نفس الستاندرز اللي هم بيطبقوها احنا هنا بنطبقها في مصر. مصر دلوقتي بقى فيها مستشفيات حكوميه المفروض انها بتقدم خدمات نفس المستشفيات اللي في الخارج بنفس الكفاءه بنفس التقنيات. احنا يا فندم عندنا مستشفيات دلوقتي تضاهي مستشفيات العالم كله من حيث التجهيزات، من حيث معايير الامان، من حيث تقديم الخدمه للمواطن المصري. المواطن المصري يا فندم يستحق افضل خدمه واعلى كفاءه في تقديم الخدمه. طب وكلمني عن الشراكه يا دكتور ما بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الطبيه للمواطنين. بالنسبه يا فندم للشراكه ما بين القطاع العام والخاص، فبورسعيد تم تطبيق فيها تجربة فريدة من نوعها في مصر بل في الشرق الأوسط كله وفي الوطن العربي، إن يبقى القطاع الخاص يد في يد مع القطاع الحكومي في تطبيق معايير السلامة ومعايير الجودة والكفاءة في العمل والنظام في العمل ورفع كفاءة المستشفيات معانا، والتدريبات يبقى في تدريبات مشتركه بيننا وبين القطاع الخاص، فاحنا كلنا في مركب واحده سواء خاص قطاع خاص او قطاع حكومي، فده الواجب القطاع الخاص ان هو يبقى واقف يد في يد مع القطاع الحكومي. ازاي نضمن اعلى مستوى رضا للمواطنين عن الخدمات المقدمه، الخدمات الطبيه المقدمه؟ رضا المواطن يا فندم بتقديم خدمه صحيه عالية الجودة وعالية الكفاءة، من حيث ان هو تخلي المنشأة بالنسبة له يتعامل فيها معاملة آدمية، نوعية العلاج تبقى علاج كويس جدا وعالي الكفاءة برضه، يلاقي الخدمات بتاعته من غير ما يسافر ويلف كتير ويدور على العملية او يدور على طبيب. فيا فندم دلوقتي وفر منشآت صحية عالية جدا 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 تضاهي المستشفيات، فعلا زي ما قلت لحضرتك مستشفيات بره وتضاهي برضه المستشفيات الخاصة، ده الكلام ده بشهادة المستشفيات الخاصة اللي احنا متعاونين معاها حاليا. فاحنا الحمد لله دلوقتي لا منظور المواطن للمستشفيات والقطاع الطبي في بورسعيد اختلف تماما عن السنين اللي فاتت. طب احنا عندنا يعني كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى يا دكتور بتتميز بطبيعة مختلفة سكانيا وجغرافيا، هل هيتم مراعاة ده في تطبيق المنظومة في المناطق والمحافظات الأخرى؟ طبعا يا فندم، يعني كمان احنا على سبيل المثال بالنسبة لنا في بورسعيد كان معظم المرضى عندنا كانوا بيسافروا المحافظات الأخرى نظرا لعدم توفر معظم الخدمات في بورسعيد، وفي تخصصات ما كانش ليها خدمات خالص في بورسعيد. تمام يا فندم، كنا بنعتمد على الجامعه في الاسماعيليه او بنعتمد على المنصوره او بنعتمد على القاهره. طبعا هم اساتذتنا واحنا اتعلمنا منهم، بس ضعف التخصصات في بورسعيد كانت عامله ازمه جامده جدا. فلما ابتدي دلوقتي ابتدي اوفر كل التخصصات بنسبه كبيره جدا، والحمد لله ان كل العمليات اللي عندنا الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى ناجحه بنسبه 100%، والتخصصات خاصة كمان البدرة، فحاليا الحمد لله لا يعني احنا دلوقتي بورسعيد فيها طفرة، فلنطبق كمان نفس المنظومة ديت أو بنفس الرؤية ديت في جميع المحافظات، فطبعا دوت خلينا نطفر في جميع محافظات مصر إن تبقى نوفر الخدمات اللي كانت موجودة، العمليات خاصة العمليات النادرة،
الادويه اللي كانت مش منتشره، هنبتدي نوفر الكلام ده كله ستيب باي ستيب في كل محافظه. فدلوقتي المواطن ما عادش هيلف وهيسافر وهيدور على الدكتور اللي يعالجه او يعمل له عمليه، مش لاقيها في حته غير عند المحافظه ديت. هل المرافق الطبيه يعني اصبحت في هذه المحافظات اللي احنا متوقعينها طبعا في المرحله الاولى، نقدر نقول المرافق الطبيه هناك بقت جاهزه ولا لسه تحت التجهيز يعني لرفع كفاءتها يا دكتور؟ بصي، كان توجيهات معالي الوزيره من البدايه ان البنيه التحتيه، يعني انا كنت مسؤول عن متابعه البنيه التحتيه في كل المستشفيات ووحدات ومراكز بورسعيد. البنيه التحتيه هي اساس كل حاجه. فانا عندي مستشفى من اول التاسيس بتاعها لتجهيزاتها، يعني انا اسف ممكن اتطرق لحاجات دقيقه شويه، ممكن ادخل ايه تكييفاتها لاسانسيراتها، الحاجات اللي احنا كنا بنسمع عليها مشاكل في المستشفيات بتاعت وزاره الصحه. قالت يا فندم البنيه التحتيه المستشفيات يا فندم بكفاءه 100%، احنا بنستخدم احدث تقنيات في المستشفيات بتاعتنا دلوقتي كوزاره صحه. فحتى يا فندم لو في مكان البنيه التحتيه فيها مشكله حتى لو بسيطه، هيتم تدارجها تماما وتطويرها تطوير شامل. احنا مش هنطور تطوير جزئي او تطوير اللي هو ممكن يحصل منه مشاكل بعد كده. حياه المواطن في المقام الاول، صحه المواطن في المقام الاول. وزاره الصحه في مصر بتتغير تماما، ما عادش في المستشفيات الصوره القديمه، الحيطان المكسره او الارض المكسره او الاسانسير الحوادث اللي كانت بتحصل قبل كده. لا يا فندم، الموضوع ده ما عادش هيتكرر. واحد دلوقتي الحمد لله واخدين طريق قوي جدا بسبورت من سياده الرئيس، وكل كل المجتمع يا فندم واقف في ظهرنا، ان احنا لازم 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 منظومه الصحه تبقى في المقام الاول، تبقى على مستوى رفيع يليق بالوطن المصري. تمام، اشكرك شكرا جزيلا. يعني دي سياسه طبعا دوله كامله يعني تحت قياده الرئيس السيسي. انا بشكرك طبعا على هذا التوضيح الدكتور محمد الجيزي، مدير التخطيط والمشروعات بالمشروع القومي للتامين الصحي الشامل. شكرا لحضرتك.